أردوغان. اه لا ده اردوغان ده مشكله كبيره. اردوغان فعلا الراجل انا رايي ان هو عنده لوثه تاريخيه، هو عايز يبقى سليم الاول، عايز يعني هو حتى استشهاداته التاريخيه بتؤكد انه يعني بيقرا 2020 بمنطق يعني 1920، يعني في 100 سنه فجوه في دماغه. يعني مثلا لما جه ضرب مثل بانه كمال مصطفى كمال اتاتورك راح ناضل من اجل احتلال من اجل اسف استقلال ليبيا ضد الطلاينه في 1911، اه حصل، بس احنا النهارده مش فيش حد بيغزو ليبيا، ده حصل معركه داخليه بليبيا. ومثلا يجي يضرب امثله بزعيم تاريخي عمل اسطول بحري ضخم وراح حارب في الجزائر وحارب في تونس وحارب الى اخره. ايوه ما احنا انت مش هتستعيد ده، يعني انت مش هتقدر تعمل ده لان خلاص الدول دي استقلت وما احناش تحت الولايه العثمانيه، يعني احنا ما احناش مستنيين منك انك انت تيجي تحررنا من حد، بالعكس احنا اللي عايزين نتحرر منك ومن اللي زيك. فهو الحقيقه ولغته الخطابيه ومفرداته فيها عجرفه واستعلاء واحساس بانه يستطيع، دي مرض للاسف بيصيب. بتشوف السر هو الغاز ولا العنجهيه والرغبه في استعاده الامجاد؟ هو في الاثنين طبعا، يعني في جزء منها الغاز وحقق كل الدول انها تبحث عن موارد جديده لتغذيه ميزانيتها، بس في نفس الوقت في عقل في حكمه ازاي نقدر ان احنا ندير ملفاتنا، مش بان احنا نخلق صراعات جديده، لانه هو بتخلق صراعات اولا بعيد عنك جدا، يعني في مثلا في حوالي 1800 2000 كيلو متر ما بين تركيا وليبيا، ودي عايزه انك تكون دوله عظمى علشان تبعت قوات من هنا لهناك، اذا كنت انت بتضحي بيهم، يعني عارف لو بعتهم وهم بقى ما يرجعوش، يعني ما عندوش حدود، حاول انه يخترق الجبهه الغربيه لليبيا عن طريق ان هو يروح لتونس، وكان تونس انتفضت يعني ضده رئيسا وحكومه وشعبا، لا انت ما تدخلنيش ولا سنتيمتر، راجل حتى الرئيس يعني قال كده، قال بن سعيد قال لك ولا سنتيمتر من الاراضي التونسيه لا تخضع الا للسياده التونسيه، ودي رساله مهمه. انا مش هعمل قواعد، الراجل بيعمل قواعد في كل حته، يعني الراجل بيعمل قاعده في قطر، بيعمل حاول يعمل قاعده في سواكن بس حصل ان النظام اتغير في السودان، بيعمل قاعده في الصومال، بيبعت قوات في كل اماكن في الدنيا، هو عنده اعتقاد ان هو امبراطور وناوي انه يخلق امبراطوريه، يعني هو امبراطور بلا امبراطوريه، هو امبراطور في نفسه كده، بس عايز اقول لك طب انا هفضل كده امبراطور لوحدي، فانا لازم يحاول يشوف يعمل منظر عشان العالم. طيب خليني